سلام البنات، لاباس عليكم؟ مزيانين بخير. جيت دابا بهذا الفيديو كنوريكم الطريقه باش كندير لي ميني بيتزا. هما نفس الطريقه ونفس العجينه اللي كنت ديجا حطيت لكم الفيديو ديالها. غير انا درت بواحد الكميه كبيره ودرتها في اول رمضان واحتفظت بها في الثلاجه. غادي نوريكم كيف كندير نعمرهم. عندنا هنا مطيشة اللي كنت هي ديجا موريات لكم الطريقه ديالها، راها في صندوق الوصفه يعني نحطها. عندنا الفرماج الاحمر حتى هو مبشور. عندي كفته سهرتها مع شويه ديال الملح والابزار وشويه ديال التحميره، والزيتون هنا مقطع وشويه ديال الزعتر. انا غادي نعمرهم حداكم. كيجيو زوينين هكا صغيورين، واللي كيدير كميه كبيره وكيحتفظ بها في الثلاجه كتفيدكم في مع الفطور، ولا انكم كتديرهم لوليداتكم يديهم للمدرسه. يعني مزيانين بزاف بزاف، يعني غير كتجبدي من الكونجيلاتور كتعمريهم كتجي الخدمه ديالهم ساهله. انا غادي نكمل هذه كامله بهاد ديال المطيشه ونرجع معكم. بعد ما كملت لهم كامل ديال الدهين كندير شويه كفته في كل وحده. صراحه كي اللي ما عندوش الوقت ولا اللي خدامه وكلشي، زعما هادو مزيانين، هادو لي ميني بيتزا غير كتجي وكتعمريهم. انا كندير بواحد الكميه كبيره كنحتفظ بها في الثلاجه كتفيدني بعدا دوك اليامات الاولى ديال رمضان. الكفته غادي ندير في الزيتون دابا، كنعمرهمش بزاف باش ما كيجيوش هكا شي كبيبات ديال الزيتون الخضر. اللي عنده الكحل يقدر يدير الكحل، انا ولادي كيبغيو هذا الخضر ضروري خاصني نديرو لهم الكحل، ما كيعجبهمش بصح هما بالكحل كيجي زويون عاد احسن سمير. اللي بغى الطريقه ديال العجينه ولا ديال لا طوماط، راهم كاينين لي فيديو اللي ديجا انا درت بيتزات كبار، يعني غير نفس المقادير انا درتهم هكا صغيورين. حتى المطيشه انا كنديرها بالياسر وكنديرهم في القراعي وكنحتفظ بهم في الثلاجه، كتفيدني هاد المطيشه ديال البيتزا. حتى هي راه كاينه الخوسات ديالها في لاشين ديالي. المهم هيا حنا كملنا دابا هاد الزيتون كامل. المهم حنا كملنا الزيتون ديالنا كامل، انا غادي ندير الفرماج فوق منها. كندير انا غير الفرماج الاحمر، كاين واحد النوع ديال الفرماج الاحمر كيكون زويون معروف ديال التاج. صراحه عييت نجرب انا الفرماج كامل، غير هو اللي عجبني، كيدوب مزيان كيجي زويون، لا هو ولا الموتزاريلا نفس لا مارك، بجوجهم مزيانين. يعني اللي في الاستطاعه ديالو يقدر يخلط جوج ديال النوع، هذاك ديال الكره وميم طون داك اللي المستطيلات اللي كيكونوا كبار ديال الموتزاريلا، دوك زويون العادي الا خلطتيهم جوج كتجي الشكل ديالها زويون بنه وميم طون منظر كيبقى الفرماج زويون. انا المهم غادي نكمل هذا ونرجع بعد ما زوقتهم كاملين بالفرماج. كندير شويه ديال الزعتر هكا كتجي لذيذه. شويه باش كتعطي نكهه زوينه. وغادي نحشيهم في الفران ونولي معكم في الشكل النهائي. البنات ملي كتخرجوا البيتزا باقيه سخونه عاد من الفران، سقيوها بزيت الزيتون، واحد شويه ديال زيت الزيتون كانت تجي لذيذه ما تصوروش البنات. المهم انا غادي نحشيهم في الفران ونرجع معكم عاوتاني.
البنات انا رجعت معكم، هذا هو الشكل النهائي ديال الميني بيتزا، كيجيو غزال وزوينين، نتمنى تجربوهم. مهم خليتكم ان شاء الله حتى الفيديو واحد اخر ان شاء الله مع غوسات جديده. يلا بسلامه.